السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة بيت شيف. النهاردة هنقدم وصفة سهلة وسريعة وهي رز البسمتي. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. معانا كوبايتين رز بسمتي مغسول ومنقوع 10 دقايق، بهارات الكبسة تيجي جاهزة من عند العطار، أو لو هتعمليها في البيت تبقى عبارة عن معلقتين من الكركم ومعلقة من الكاري ونص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، ربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة مطحونة، ومعانا ربع كوباية مية فيها مية ورد زيت أو مية ورد عادية، والزعفران وبصل وتوم وجنزبيل وقرفة ورق لورا وحبهان وليمون أسود. اول حاجه بنحط معلقتين او ثلاثة زيت على النار، بننزل فيها التوابل الجافه اللي هي القرفه والهيل ورق اللورا والليمون الاسود والقرنفل، ونبتدي نقلب 3 دقايق على النار عشان الزيت ياخد الطعم بتاع التوابل الجافه. بعد كده هنحط البصلة تتشوح معاهم وتاخد الطعم بتاع التوابل. ونزل الجنزبيل. بعد كده بننزل بالثوم، لان الثوم اخر حاجة عشان ما يتحرقش. بعد كده بنشوح الثوم وبننزل بالرز. الرز بنكون حطينا عليه توابل الكبسة والملح وقلبناها كويس في بعض. بعد كده ننزله على النار على التوابل دي. ونقلبه تقليبة خفيفة. بعد كده بنحط عليه المية. كوباية الرز لها كوبايتين مية بنفس الكوباية اللي عيرنا بيها الرز. ونقلب. وبعد كده بنسيبها تغلي. بنهدي النار على مرحلتين. المرحلة الاولانية لما المية بتغلي بنعمل نار متوسطة. بالشكل ده. هنا هنهدي النار. بعد كده المية نشفت تماما، بنهدي النار خالص وننزل بمية الورد والزعفران وما نقلبش خالص. بعد كده بنكون مجهزين فحم مولعينه على النار، وبعد كده بنحط في ورقة فويل وعليه معلقة زيت عشان الرز ياخد طعم الفحم، ريحة الفحم. بياخد من ربع ساعة لثلث ساعة لحد ما يستوي. بعد كده بنقدمه بالشكل ده. بيتقدم معاه فراخ مشوية او لحمة مشوية او فراخ مندي، اي صنف من اصناف الفراخ او اللحوم، وبتزينيه حسب الرغبة بالشكل ده. حتى كرفس او كزبرة او بقدونس. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.